من أهم الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة بعد أن آخى بين المهاجرين والأنصار وابتنى مسجده فيها عليه الصلاة والسلام، أنه كتب وثيقة العهد بين مكونات المدينة، ومن خلالها تشكلت الدولة الإسلامية في المدينة المنورة. فقد كان المسلمون في مكة تجمعاً بشرياً اجتماعياً في سياق مجتمع أكبر، هو المجتمع الذي كان في مكة من المشركين والوثنيين ونحوهم. فقد كان المسلمون في إطار لا يستطيعون أن ينشئوا مجتمعاً إسلامياً صرفاً ولا دولة حتى دخلوا إلى المدينة المنورة. والنبي عليه الصلاة والسلام كتب وثيقته المشهورة التي عرفت بالوثيقة المدنية نسبة إلى المدينة المنورة، ولو نسبناها إلى المدنية بمعنى الحضارة لم نبعد أبدا، لأنها تشكل أقدم وثيقة دستورية في التاريخ مفصلة هذا التفصيل الذي جاء فيها، بحيث إن كثيرا من الدساتير اللاحقة لا تكاد تخرج عن محتواها. وقد كان في هذه الوثيقة في أولها محمد والمسلمون من قريش ويثرب ويهود ومن دخل في حلفهم أمة من دون الناس. هي وثيقة طويلة يحسن ويجدر بنا أن نقف عند بنودها، ولكن بعد أن نتعرف إلى القيمة التاريخية لهذه الوثيقة. جاءت هذه الوثيقة في معظم كتب السنة المطهرة، جاءت مطولة وجاءت مختصرة، ولكن المطولة لم تروها كتب السنة الصحاح كصحيحي البخاري ومسلم، وإنما اجتزأ البخاري منها بعض المرويات. والرواية الطويلة كانت من طريق ابن إسحاق، وقد وصلها عنه الإمام البيهقي، وأيضا وصلها الإمام الحاكم أبو عبد الله النيسابوري، كما أن القاسم بن سلام صاحب كتاب الأموال رواها في كتابه أيضا. وبالجملة فإن هذه الرواية الطويلة تعد عند المحدثين من الحديث الحسن بطرقه المتعددة والمتنوعة، وإن كانت مجتزآت من مفاهيمها قد وجدت في ثنايا صحيحي البخاري ومسلم. جاء في هذه الوثيقة أنهم أمة واحدة من دون الناس، وجاء فيها أيضا أن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم. وبالتالي فإن هذا النص من الوثيقة يشير إلى العنصر البشري وأهميته في تكوين المجتمع المدني الموجود في المدينة، ثم إنه يشير إلى الحرية الدينية لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، وبدأ بدين اليهود كما قال تعالى لكم دينكم ولي دين، إنه اعتراف بالطرف الآخر وهو تأصيل لمبدأ الحريات في الدولة المسلمة. ومما جاء في هذه الوثيقة وإن على اليهود نفقتهم وإن على المسلمين نفقتهم، وهذا يؤصل لمساواة الحقوق بين رعايا الدولة المسلمة. ومما جاء فيها أيضا وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وهذا في الواقع إنما هو يؤصل للالتزام السياسي ما بين أفراد الدولة المسلمة، ما بين الرعايا والدولة، حيث يلتزم الأفراد بالنصرة وبالدفاع عن الدولة، وتصبح الدولة ساعة إذن هي القيمة التي ينبغي أن يحافظ عليها الجمهور. فالدولة هي قيمة عظمى من القيم التي تنشأ في النظام السياسي الإسلامي، والنبي عليه الصلاة والسلام يؤصل لهذا المعنى. وبالتالي فتجتمع في هذه الصحيفة القيمة الاجتماعية والقيمة القانونية والقيمة العسكرية، كل ذلك يتضافر بعضه مع بعض في إطار تشكيل مفهوم الدولة المسلمة في المجتمع المدني في المدينة المنورة. ومما جاء في هذه الوثيقة وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه، وهذا مبدأ في غاية الأهمية، وهو عدم تعدي الخطأ للحلفاء، وبالتالي فلا يؤخذ رجل بجريرة غيره، وإنما الجرم مسؤولية من قام به. يقول الله سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، إن هذا تأكيد على مبدأ العدالة واستقلال الشخصية القانونية لكل مواطن من أفراد الدولة المسلمة. ومما جاء في هذه الصحيفة وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإنما رده إلى الله وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذا البند يؤصل للمعنى الدستوري في الدولة المدنية، ذلك أنه يعلن النبي عليه الصلاة والسلام أن مرجعية الإسلام هي الدستور في هذه الدولة، وأن الناس إنما هم صنفان، قوم
آمنوا بهذا الدستور دينا وهم المسلمون في هذا المجتمع، وقوم آمنوا بالإسلام دستورا فهم ينتهجون نهجه ويحذون حذوه ويتقاضون بما فيه حسب ما تسمح بهم شعائرهم. إنها دولة الحرية التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة.